للوزارة بالتنسيق مع جهات مختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية التربة ومكافحة التصحر وفقا للخصائص الطبيعية للتربة وطبقا لظروف المنطقة المعينة. ولا يجوز قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأي شجرة أو شجيرة أو أعشاب من الغابات العامة إلا بتصريح من الوزارة. المساس بالحياة الفطرية يعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات وزارة البيئة والشؤون المناخية.